أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة سيد صقر الصفدي. بداية يسعد مساك. أهلا وسهلا فيك، يسعد مساك. كلك زودة يا سيد صقر، وحضرتك صاحب محل إليت هاند، وبالتحديد في مأدبة. وأغنى من أن تعرف تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حلقة. أهلا وسهلا فيك. مبدئيا أنا صقر الصفدي، صاحب محل إليت. تعرفنا أكثر عن فكرة المشروع، كيف إجتك الفكرة وكيف بلشت بهذا المجال؟ يعني أنا أقول لك، هي المنطقة تبعتنا هي كانت بحاجة، خلينا نحكي، ل الإشي الراقي، خلينا نحكي بخصوص موضوع التزيين للمناسبات كلياتها. كان من التزيين اللي هي، خلينا نحكي، الأشياء البسيطة اللي هي المطبقيات، اللي هي الهدايا اللي بتيجي بتعطيها للناس اللي بيجوا عندك، سواء كانت بحفلة ولادة، تزيين حفلة، إهداء هدايا، مثلا شمع له برضو كمان ريحة كثير مميزة. فشوفنا المنطقة كلياتها ما عندها، خلينا نحكي، هاي الأشياء اللي ممكن أنت توفريها بالمنطقة، خلينا نحكي بمنطقتنا مأدبة. فإجت عبالنا الفكرة أساس نسد، خلينا نحكي، الثغرة اللي موجودة بالسوق عندنا هون. نعم، تعرفنا أكثر عن المحل، شو الخدمات والمناسبات اللي عم بغطيها محل إليت؟ أوكي، هلأ أنا أقول لك المناسبات اللي عندنا موجودة، خلينا نحكي أغلب المناسبات، بس إحنا محلنا لا مش بالمناسبات الكثير كبيرة، يعني هو مش تجهيز من الألف للياء، خلينا نحكي، لأنه أنت عارفة في الألف للياء بده يكون عندك مثلا تجهزي من كراسي، من طاولات، خلينا نحكي، مع إضاءات والأمور هاي. لا، إحنا مختصين، يعني مثلا أنا أقول لك عرس، مثلا بدك تعملي سنتر بيس، بدك تحطي جيفتس للناس اللي موجودين عندك خلينا نحكي بالحفلة، تقدمي لهم اشي مرتب، كاردز مكتوب عليها شغلة، شمعة حلوة بخصوص موضوع مثلا العرس، الخطبة، برضو كمان اذا بدك اللي هو مطبقيات، اللي بميزنا خلينا نحكي بالمطبقيات تبعتنا، اللي هو من الرزن. الرزن أغلب، خلينا نحكي، المحلات الباقية هي بتعمل من بودرة الحجر مثلا، أو بتعمل من الجبصين. هلأ الرزن اللي عندنا اللي بميزنا إحنا اللي بنعمل القوالب تبعته، برضو كمان القطعة تبعتنا كلياتها، خلينا نحكي، خامة الرزن نفسها هي بتكون كلياتها معبية، فهي قطعة أصلا ثقيلة، تمام؟ إحنا اللي بنصبها، إحنا اللي بنعملها، إحنا اللي بنلونها طبعا بالأشياء الموجودة عندنا، وإحنا برضو كمان بنزينها. من الأشياء الموجودة برضو عندنا اللي هي مثلا حفلات الفلاحي، خلينا نحكي، الحنة، موجود عندنا اللي هي حفلات التخرج. اللي بميزنا برضو كمان إنه إحنا عندنا القدرة اللي هي الحفر على الليزر، سواء أنت بدك شكل خاص معين، أو بدك تحفر اسم، بدك تعمل صورة ابنك، بنتك، الخطيب، الخطيبة، على خلينا نحكي ستايل معين انت بتختاريه، برضو كمان بنقدر نعمله. برضو كمان من الأشياء اللي بتميزنا اللي هي، خلينا نحكي، احنا إليت. ليش سمينا إليت؟ لأنه احنا بنقدر برضو كمان نصمم أي فكرة انت موجودة عندك. يعني أنا بدي أجي أعمل بوكس، حط فيه الشكل هاد، حط فيه مثلا الصورة هاي، اعمل تصميم خاص لإلي باسم معين، برضو كمان احنا بنقدر نعمل لك اياه، لانه احنا الحمد لله كل الاشي موجود عندنا هو صناعة من الالف للياء. نعم، بس برأيك شو بيميزكم عن غيركم بهذا المجال؟ الجودة، خلينا نحكي مبدئيا، اللي هي المواد اللي بنصنعها منها. يعني اضيف لك برضو كمان شغلة بخصوص الشمع اللي موجود عندنا. هلأ أغلب الشمع اللي موجود، خلينا نحكي، بالأسواق هو عبارة عن شمع بيستوردوه من الصين، وهو مش شمع طبيعي، يعني بكون هو شمع صناعي. يعني أصلا أنت لما تيجي تشتغل عليه بتحسي أنه أول إشي مثلا بذوب بسرعة، هش، تمام، حتى الملمسه بتحسيه لما تيجي تلمسيه زي البلاستيك، تمام. طيب أنا الشمع اللي عندي، اللي موجود عندي، أنا بستعمل شمع جوز الهند وشمع العسل. هلأ هاي الخامات كلياتها تختلف تماما، طبعا الكوست تبعها والتكاليف تبعتها بتكون أعلى،
بس الجودة برضو كمان تبعتها أعلى. حتى صحيا الشمع الاصطناعي بيأثر عليك صحيا في إشي سلبي. فأنا لما أجي أعطيك بالفعل هو الشمع الطبيعي اللي هو تبع جوز الهند ولا شمع العسل اللي هي أسعاره خلينا نحكي يعني 1000% طبعا من الأسعار الشمع الكيميائي خلينا نحكي. فهاي برضو كمان اختلافات. نعم يس. بس شو رؤيتكم المستقبلية للمحل؟ شو حابين نعمل لبنان؟ احنا ان شاء الله لقدام بالمشي خلينا نحكي بمادبة لما نصير خلينا نحكي رقم واحد بالنسبة لموضوع المناسبات الأفراح التزيين بأي مناسبة حتى أعياد الميلاد للأولاد الصغار إن شاء الله راح نعمل اللي هي زي سلسلة خلينا نحكي بمادبة مبدئية اللي هي تكمل عندك أي إشي بالنسبة لأي مناسبة يعني من الألف للياء سواء زي ما حكينا أوليتها إنه ممكن هلأ حاليا مش موجود عندنا اللي هي التجهيز الكامل بس على العموم لقدام هي بدها تكون مراحل اللي هي خلينا نحكي أجرات الستاندات إضاءة حتى دي جي حتى الموسيقى كل الأمور إنها تكون وبنفس الشارع إن شاء الله هذا راح تكون هي عبارة عن خطوات أول محل بتاخدي من عنده مثلا خلينا نحكي الستانس الأمور بعديها بتدخلي المصور بعديها بتدخلي بتلاقي عندك مثلا الدي جي أمور هاي بعديها الملابس تبعت المناسبات وآخر إشي اللي هو السيجنتشر تبعنا اللي هو الرزن والهدايا تبعتنا. نعم بتحكي لنا بس أكثر عن المشاكل والمعوقات والتحديات اللي واجهتكم بهذا المجال. هلأ المعوقات أول إشي بالنسبة لصناعة المواد إنه هون خلينا نحكي بالبلد ما في حدا كلياته قاعد مش قاعد بيشتغل بإيده يعني هو قاعد بيجيب كل إشي من برا بيجيب من الصين بيجيب من أي بلد موجود خلينا نحكي عليها المعوقات إنه إحنا صنعنا هذا الحكي خلينا نحكي بإيدينا فكان شوي المواد إنك تجيبيها هون من البلد كثير صعبة ولحد ما تعرفي الناس اللي بالفعل هم مختصين وعندهم المواد المنيحة يعني لا أخفيكي في أكثر من مرة يعني هذا كلياته حقه يعني بتجربي بتتعلمي بس كله الواحد من ايده يعني او من جيبته خلينا نحكيها برضه كمان بس بالاخر يعني عرفنا نهندل الامور وعرفنا المصادر وعملنا هلا اشي لنا يعني من الميزات اللي صارت موجوده عندنا انه احنا محلات برضه كمان بيبيعوا صاروا يطلبوا منا شغلات ليه لانه ما في ولا محل هو بعمل بإيده هو بس عبارة بأخذ الشغلة من هون من البلد الفلاني بيجي بحطها عنده وبعرضه وبحط المارجن تبع الربح تبعه لا احنا بنعملها من الألف للياء لحد البيع فهم محلات برضو كمان صاروا يأخذوا من عنده. نعم ننتقل إلى الجانب الوطني لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة ماذا ستقول له؟ جلالة الملك يعني احنا بدنا تشجيع أكثر بالنسبة لموضوع المشاريع خلينا نحكي الفردية برضو كمان لأنه الوضع عندنا خلينا نحكي بالبلد أو بالمحافظات خصوصا القدرة المالية والشرائية اللي موجودة هون مختلفة تماما عن أي عن عمان خلينا نحكي أو نحكي المحافظات اللي هي الكبيرة اللي هي إربد والزرقاء فبدك تسهيلات أنت بالنسبة لها هي أول إشي المعاملات خلينا نحكي الحكومية والأمور هاي نوعا ما برضو كمان التكاليف اللي هي التراخيص برضو كمان يعني انت ان كيس بدك تعمل اشي مرتب اصلا بالاول وبالاخر راح يكون البادجت كثير كبير رايح على تجهيزك للمحل والامور هاي فبدها فترة سماح للاستثمار خلينا نحكي انه يكون مثلا عندك سنة سنتين يكون لحد ما الواحد يقدر يوقف على رجليه ومعظم المشاريع عموما هي إن كيس ما كانت ناجحة هي ما بتصمد بعد سنة ليه؟ لأنه هو أصلا سكر مبدئيا فهو إن كيس مش السنتين هذول فهو شخص قادر إنه يهندل أمور خلينا نحكي الحكومية سواء ضرائب سواء كتراخيص سواء فواتير كل الأمور هاي نعم بس أكيد أنت في حد ترك بصمة بحياتك وعطاك الدافع لحتى توصل لهاي المرحلة فأنت لين بتحب توجه رسالة شكر ببرنامجنا
يعني أنا بوجه رسالة شكر اللي طلع على بالي هاي الفكرة، اللي هم الأشخاص اللي جيت بدي أعمل المناسبة عندهم وما لبوني بالإشي اللي بدي إياه، وعملوا عندي الدافع اللي خليني أحكي إنه أنا لا بدي أبلش. وبالأول وبالآخر اللي بعمل لك دافع دائما اللي هو طموحك عموما. وخلينا نحكي هو موضوع كثير كبير، اللي هو انت بدك تعتمدي على حالك بالمستقبل، اشي يدخل لك مدخول بدون اي وظيفة بدون اي اشي. وانا برضو كمان بحب خلينا نحكي اللمسة الاستثنائية اللي اعطتني اياها زوجتي، اللي هي برضو كمان هي اللي ماسكة امور المحل كلياتها، سواء بتكون موجودة بالمحل، بتعطي للعالم أفكار، بتزين، بترتب الأمور سواء الإدارية والأمور هاي كلياتها. وبشكر برضو كمان عائلتي أبوي وأمي على وقفهم معي ودعمهم للفكرة هاي. لا بس يمكن أصلا مشاهدين التواصل مع إليت هاند جيفت، حكينا موقعكم بالتفصيل وطرق التواصل معكم. يس، هلأ إحنا أول إشي موقعنا بمادبة طلوع الدفاع المدني القديم، اللي هي طلع قبال استوديو مصر. احنا اسمنا إليت هاند كرافت. احنا عندنا برضو كمان صفحتنا على السوشيال ميديا على الفيسبوك اللي هي إليت هاند كرافت، وبرضو كمان عندنا صفحة على الانستغرام اللي هي إليت أندرسكور هاند كرافت 2023. نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين، نود أن نشكر السيد صقر الصفدي على حسن خطوة لنا. على ملي أن نلقاكم بحلقة جديدة. شكرا لكم نور شاشتنا. شكرا لكم ويعطيكم العافية. لكم.